السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل غرزة البالون، غرزة مجسمة وبارزة لبرة، شكلها بيبقى جميل جدا في الجواكت او بلوفر اطفالي. انا كنت عاملاها في جاكيت حريمي، هعرض لكم الصور ان شاء الله في بداية الفيديو. الغرزة بسيطة قوي، بتكون من 3 سطور، وعشان نعملها لازم يكون بادئين بعدد يقبل القسمة على 8. يعني انا مثلا هبدأ معاكم ب32 سلسلة. يلا نشوف. انا هنا عملت 32 سلسلة. طبعا لو شغلينها في كم مثلا جاكيت طبعا هيبقى مقفول، او برضو في ايد بلوفر حريمي او اطفالي. فاحنا هنا عملنا 32 سلسلة، فهنعدل مع بعض السلسلة كده قبل ما نقفلها، ونقفل بمنزلقة في اول سلسلة عملناها. تمام، بالشكل ده كده قفلنا الدايرة، الغرز بتاعتنا بمنزلقة. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلسلة لان احنا هنشتغل عمود بلفة. طيب هنعمل في كل الغرز كلها عمود بلفة. ادي كده اول واحد في اول غرزة، ادي التاني عمود بلفة. بنتعمل ازاي؟ طبعا ليه فيديو مخصوص، انا بدأ في فيديوهات على القناة الغرز الاساسية لتعليم الكروشيه. العمود بلفة بتعمل ازاي؟ بدخل في الغرزة وبسحب الخيط، بيبقى معايا سوري، الاول بلف لفة على الابرة كده، وبدخل في الغرزة بسحب الخيط واطلع، يبقى معايا 3 لفات، بلف واطلع من 2 والف واطلع من 2. فهمشي ال32 سلسلة هعمل فيهم عمود بلفة، خلصهم وارجع لكم. انا هنا حبيبي عملت ال32 سلسلة، عملتهم عمود بلفة. هقفل فين بقى؟ عندي اهو اول عمود كان عبارة عن 3 سلاسل ارتفاع، هقفل في 3 سلسلة بمنزلقة. ادخل كويس في الغرزة رقم 3، 1 2 3 بالشكل ده كده، واسحب الخيط من الغرزة واسحبه من على الابرة بالشكل ده. انا قفلت السطر. على فكرة غرزة البالون جميلة جدا، وعايزة بس شوية تركيز وهتلاقوها سهلة وتكرار ما فيهاش اي مشكلة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، ادي اول عمود. هعمل اللي بعده، ادي التاني عمود بلفة، هعمل التالت اهو. تمام كده، هعمل ايه؟ الرابع. انا كده عملت كام سلاسل ارتفاع يعتبروا معايا عمود، وادي عملت كمان 3 اعمدة. العمود الخامس هعمل فيه 7 عواميد بلفة، 1 في نفس المكان، ادي 2، ادي 3 4، ادي 5 6 7. يبقى احنا عملنا ايه؟ ارتفعنا 3 سلاسل بمثابة عمود، وعملنا 3 اعمدة عادي في كل غرزة، بقى عندي 4 اعمدة. جينا في العمود الخامس عملنا فيه كام؟ 7 عمود بلفة. طيب بعد كده هعمل، ادي اول عمود، عمود عادي في الغرزة اللي بعدها على طول، ادي التاني، سوري، ادي التالت، ادي الرابع، الخامس، السادس، السابع. يبقى تاني نرجع مع بعض نشوف. احنا هنا عملنا سلاسل ارتفاع وعملنا 3 غرز عمود بلفة بعدها. في العمود الخامس عملنا 7 عمود بلفة، وبعدين عملنا 7 اعمدة في كل فوق كل عمود لحد ما جمعنا 7 اعمدة. هنيجي بعد كده الغرزة التامنة هعمل فيها 7 اعمدة مع بعض، ادي 1، ادي 2، 3،
أربعة، خمسة، ستة، سبعة. تمام. طيب اعمل ايه تاني؟ اشتغل برضو، اعمل سبع اعمدة، والعمود الثامن اعمل فيه ايه؟ سبع عواميد في نفس المكان، واشتغل تاني نفس الكلام، هعمل سبع اعمدة، والعمود الثامن اعمل فيه سبع اعمدة في نفس المكان، لحد ما اخلص السطر وارجع لكم. انا هنا يا جماعة بصوا، لو فاكرين كنا بنعمل ايه بعد الغرزة اللي بنعمل فيها سبع اعمدة مع بعض؟ كنا بنعمل سبع عواميد. طيب احنا هنا كنا بادئين في الاول باربعة، يعني فاضل لهم تلاتة، هتلاقيهم اتفضلوا معاكم، التلاتة في الاخر اهو هنعملهم عواميد بلفة، عشان يبقى زي ما بنعمل نبتدي برضو، يبقى ما بين كل غرزة والتانية سبع ايه؟ اعمدة. خلاص خلصنا السطر، هنروح عند ثالث سلسلة ونقفل فيها بمنزلقة بالشكل ده كده. كده ده يعتبر اول سطر في الغرزة. احنا قلنا الغرزة بتكون عندنا من ثلاث سطور عشان تظهر، اول سطر ده اللي احنا كنا بنكون الاعمدة ده مش محسوب. طيب السطر التاني اللي احنا ايه الاولاني هو اللي احنا عملناه دلوقتي. طب عشان ننتقل للسطر التاني من الغرزة هنعمل ايه؟ مش هنرتفع تلاتة بقى، لا هنرتفع سلسلتين بس، عشان احنا مش هنحسبهم عمود. امال هنعمل ايه؟ هنيجي عند سلاسل الارتفاع اهو، وهنعملها عمود امامي. فاكرين العمود الامامي ازاي؟ بلف لفة على الابرة وانزل اخد العمود من تحت كده، يبقى هو فوق الابرة، وروح سحب الخيط معايا تلات حلقات زي ما بنعمل عادي، هلف واطلع من اتنين، والف واطلع من اتنين، كده انا عملته امامي. تمام. طيب التلاتة اللي بعديه دول هعملهم ايه؟ هعملهم خلفي. ازاي خلفي؟ هلف لفة على الابرة واجي من ورا العمود. بصوا بقى، الابرة هي اللي هتبقى عليه والعمود ورا اهو بالشكل ده كده اهو، واروح سحب الخيط وطلعة معايا برضو تلات حلقات على الابرة، هلف واطلع من اتنين، والف واطلع من اتنين. ادي اول واحد. هنعمل التاني بنفس الشكل، عمود خلفي او بريد خلفي. تالت عمود معانا اهو برضو هنعمله عمود خلفي. يبقى احنا هكرر تاني، عملنا سلاسل الارتفاع عملناها امامي، والتلات عواميد اللي قبل السبعة عواميد مع بعض عملناهم خلفي. طب هننتقل بقى للايه؟ للسبع عواميد اللي مع بعض، هنعملهم كلهم امامي. ازاي؟ اهو بنزل تحت العمود واخليه فوق الابرة، واسحب الخيط واطلع والف واطلع من حلقتين في حلقتين. تاني العمود اللي بعده بالشكل ده كده اهو. تاني هنعمل السبع اعمدة كلهم عواميد امامية، اللي هم مع بعض في غرزة واحدة، هنعملهم عواميد امامية اهو. لسه عدوا عشان ما تتلخبطوش يا جماعة، ماشي؟ عدوا العواميد عشان ما تدخليش على العواميد التانية. نشوف كده، احنا عملنا السبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، مظبوط عملنا السبع عواميد اماميين. هنيجي بعد كده هنلاقي بقى السبعة، فاكرين اللي احنا عملناهم هنا؟ هنعمل اول تلاتة ها عواميد خلفية من ورا كده اهو، واسحب وهطلع من اتنين في حلقتين. بص بعمل ايه؟ بلف لفة على الابرة وانزل من ورا كده، اخلي اهو بصوا من الخلف، وروح سحب الخيط طلع بيه معايا تلات حلقات، بلف واطلع من اتنين في اتنين. ده تاني واحد، هلف تاني واعمل كده، يبقى ده تاني عمود عملته خلفي. فضل العمود التالت واعمله خلفي اهو. يبقى انا عملت ايه هنا؟ عندي سبع اعمدة بعد الصدفة اللي احنا عملنا فيها سبع عمود. بعمل اول تلاتة عمود خلفي، والرابع عمود امامي، والتلاتة التانيين عمود خلفي برضو. يبقى السبعة بعمل اول تلاتة خلفي، واحد امامي، والتلات عواميد التانيين ايه؟ خلفي اهو بالشكل ده كده. اخر عمود في التلاتة اهو. تمام. طيب فاضل لي ايه بقى هنا؟ جيت على الصدفة اللي بسبع اعمدة، هعملهم كلهم امامي.
واجي هنا هيجيلي بعد الصدفة 7 أعمدة لوحديهم، هعمل 3 خلفي، 1 أمامي، 3 خلفي، هتجيلي الصدفة تاني هعملها برضو 7 أعمدة هعملهم أمامي، وهكذا لحد ما نخلص السطر دوت. بصوا حبايبي أنا هنا عملت إيه زي ما بدأنا، وهعيد تاني. عملنا أول عمود عملناه أمامي تمام، والتلاتة اللي جنبه عملناهم خلفي، جينا على الصدفة اللي هي 7 أعمدة عملناهم كلهم أمامي، بعدين 3 خلفي وواحد أمامي وتلاتة خلفي تاني. طب أنا هنا خلصت السطر هقفل إزاي؟ هقفل في راس العمود الأمامي، هتجاهل السلسلتين اللي مش شايفاهم، هقفل هنا في راس العمود الأمامي، هسحب كده بمنزلقة، ثواني أدخل صح أهو، وأقفل بمنزلقة. السطر اللي جاي اللي هو يعتبر التالت معانا في الغرزة ده اللي هيظهر بيها، هتظهر فيه غرزة البالون. ازاي بقى؟ هنرتفع سلسلتين برضو زي ما اتفقنا. هنعمل ايه؟ هنيجي على العمود الامامي ده هنعمله امامي اهو، باخد معاه السلسلتين الارتفاع اهو، بدخل كده وبعمل العمود الامامي. طب وبعدين عندي هنا 3 خلفي هعملهم زي ما هم خلفي اهو، ادي اول واحد عملته خلفي، بنزل تاني من ورا كده واعمل التاني خلفي، وادي اخر واحد اهو بالشكل ده كده، اسحب واعمل العمود الخلفي كده. انا عملت ايه؟ الامامي امامي والتلاتة الخلفي عملتهم خلفي. طب جيت هنا بقى على 7 اللي انا عاملاهم عواميد امامية اللي هي الصدفة دي، هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها عواميد امامية برضو بس مش هكملها للاخر. ازاي؟ هنزل كده تحت العمود اخليه فوق على الابرة واسحب اكني هعمل عمود امامي، معايا 3 حلقات، لا هطلع من 2 بس، يبقى معايا 2، هكرر في كل عمود بالشكل ده، اسحب واطلع من حلقتين والف لفة على الابرة وارجع تاني اعمل في العمود اللي بعده، واطلع من 2 بس والف واعمل نفس الكلام. العواميد كلها بالشكل ده، عواميد ايه؟ ناقصة مش كاملة بالشكل ده كده. فاضل معانا عمود، اخر عمود امامي معانا، هنطلع من 2، هيبقى معايا على الحلقة 7 حلقات، 1 2 3 4 5 6 7 8، والحلقة الاساسية اللي على الابرة. هسحب الخيط من 8 حلقات كلهم مع بعض واخد غرزة. بصوا معايا كده ظهرت عندي غرزة البالون اهي، سميكة جدا وبارزة البر. طيب اروح مباشرة اعمل ايه؟ اعمل التلاتة الخلفي، اعملهم خلفي اهو، يبقى الخلفي بنعمله خلفي زي ما هو، والامامي برضو بنعمله امامي، وبنيجي عند 7 أعمدة اللي احنا عاملينهم امامي وبنعملهم اعمدة امامية بس مش كاملة اهو بالشكل ده. جيت على العمود الامامي هروح عاملاه امامي، على التلاتة التانيين الخلفي اعملهم خلفي من ورا كده، وانزل تحت العمود واسحب واعمل عمود خلفي اهو تاني بالشكل ده كده اهو تمام. جيت عند الصدفة هعمل فيها كرر اللي احنا عملناه، ان انا بنزل تحت الغرزة واعمل عمود امامي بس مش كامل، بطلع من 2 بس، الف لفة تاني واعمل نفس الموضوع في 7 أعمدة الامامية، بعمل فيهم عواميد امامية بس مش كاملة، وهيبقى معايا على الابرة كام حلقة؟ 8 حلقات على الابرة، بطلع منهم كلهم مرة واحدة عشان اكون غرزة الايه؟ البالون اهو بالشكل ده كده. معايا اهو 8 حلقات، بلف واطلع ال8 حلقات كلهم واخد غرزة عشان تثبت، وبقت الغرزة معانا بالشكل ده. اللون ممكن عشان غامق مش باينة، هي اهي نفس اللي احنا ايه الشكل ده كده. طيب هكمل معاكم بقى هنا. احنا كده هنكمل السطر بالطريقة دي، جالنا هنا 3 خلفي هعملهم خلفي، 1 أمامي هعمله أمامي، والخلفي خلفي، واجي هنا عند 7 اللي جنب بعض واعملهم عواميد أمامية مش كاملة، وفي الآخر يبقى معايا 8 حلقات بطلع منهم مرة واحدة لحد ما نخلص السطر، ونقفل بمنزلقة في ايه؟ في راس العمود الأمامي اللي هو أول عمود أمامي هنا عاملينه.
تمام. هخلص السطر وارجع معاكم نشوف ازاي هنعمل بالون ايه جديد. هنكون سطر تاني، 3 سطور تانيين عشان نكون بالون ايه جديد. هخلص وارجع لكم. انا هنا يا جماعة خلصت السطر وقفلت بمنزلقة. كنا بنرتفع 2 سلسلة، لا عشان احنا هنبدأ غرزة جديدة فارتفعت 3 سلسلة. طيب عشان اعمل غرزة بالون لازم اعملها ايه؟ ما بين كل 2 هعمل واحدة. يعني هنا العمود ده المفروض ان احنا بنعمله امامي، لا مش هنعمله امامي، احنا هنعمل جنب سلاسل الارتفاع 7 عمود ايه بلفة عشان نكون الغرزة. ادي 2 سلاسل ارتفاع، 1 طبعا، ادي كده 3، ادي كده 4 5 6 7. يبقى احنا عملنا جنب سلاسل الارتفاع عملنا 6 اعمدة كمان عشان يبقى الاجمالي عندي 7 عمود بلفة. طب وبعدين في هنا 3 عواميد خلفي، هنعملهم خلفي زي ما هما، يبقى دول ثابتين معايا طول الغرزة. العواميد الخلفية بكررها هي هي، عواميد خلفية اهو، ادي اخر واحد في 3 عمود خلفي. يبقى هكرر تاني يا جماعة، احنا هنا بدل ما بنعمل عمود امامي بعد ما بنرتفع سلسلتين، لا ارتفعنا 3 سلاسل وعملنا جنبيهم كام؟ 6 اعمدة عشان يبقى الاجمالي 7 عمود بلفة. وجينا بعديهم لقينا 3 خلفي عملناهم خلفي. جات لنا هنا البالون اللي احنا عاملينه في السطر اللي فات، هنعمل ايه؟ هنلف لفة ونيجي قبل ال7 اعمدة كده وندخل ونطلع من الناحية التانية، شايفين فين؟ هنا كده، ونسحب ونعمل عمود امامي اهو عشان نظهر غرزة البالون اكتر. هنيجي بعد البالون في 3 خلفي هنعملهم خلفي بالشكل ده كده اهو، 1 ادي 2 ادي اخر عمود خلفي اهو، 3. جالي العمود الامامي اللي بيبقى في النص، بنعمل هنا 3 خلفي، 1 امامي وثلاثة خلفي، لا مش هنعمله امامي، هنعمل ايه؟ هنعمل فيه 7 اعمدة. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 5 6 7. يبقى عملية تكرار، بعمل اهو سلاسل الارتفاع زي ما بدأنا وعملنا جنبها 6 عواميد بقوا 7، وعملنا الخلفي خلفي وجينا عند البالون دخلنا فيه كده من فوق وعملنا امامي، رجعنا عملنا 3 الخلفي وعملنا تاني فوق عمود الامامي 7 عواميد بلف. هنكرر اللي احنا عملناه تاني، هنعمل على 3 خلفي خلفي ونيجي عند غرزة البالون ونعمل زي ما قلنا لكم، نعمل بس 3 الخلفي الاول اهو، 1 2 3. غرزة البالونة هي بدخل قبل الغرز خالص وبطلع من الناحية التانية وبسحب واعمل عمود ايه امامي خلاص، وارجع اعمل على 3 الخلفي خلفي والعمود الامامي اعمل فوقيه 7 عواميد وهكذا لحد ما اخلص السطر وارجع لكم تاني. انا هنا اهو خلصت السطر انتهى معايا ب3 خلفي، هاجي عند اول سلاسل الارتفاع بدخل واقفل بمنزلقة زي ما بنقفل عادي جدا تمام. طيب السطر الاخير بقى سوري السطر التاني في الغرزة، ده كان اول سطر ان احنا بنبنيه، بنجمع 7 اعمدة مع بعض وبعدين 3 خلفي. طيب هنعمل ازاي؟ ثواني يا جماعة. طيب عشان نكون السطر التاني هنرتفع عمودين سلسلتين بس، مش هنحسبهم عمود، وهنعمل ايه؟ هنيجي عند 7 اعمدة دول ونعملهم عواميد امامية زي ما عملنا السطر الغرزة اللي فاتت، كل العواميد السبعة اللي جنب بعض في غرزة واحدة هنعملهم امامي بالشكل ده كده عشان نبرز الغرز اكتر عشان تظهر معانا في السطر الاخير في الغرزة.
يبقى السبع أعمدة الفرزة واحدة هنعملهم كلهم أمامي بالشكل ده كده اهو. طيب هيجي عندي التلاتة الخلفي هنعملهم ايه؟ ثواني يا جماعة، هنعملهم خلفي عادي جدا اهو. سوري، يبقى احنا بنكرر اللي احنا عملناه في الغرزة الايه الاولانية. بنيجي من ورا العمود وندخل ونسحب الخيط. سوري بس في حاجة، اهو هنعمل العمود خلفي. ادي اول عمود معانا، العمود الثاني، العمود الثالث عملناه خلفي، جالي العمود الامامي. فاكرين اللي احنا كنا عاملينه فوق البالون؟ هنعمله عمود امامي. هنيجي بعديها نلاقي ثلاثة خلفي، هنعملهم برضو خلفي اهو. ثلاثة هيبقى عندنا ايه؟ هنيجي على السبع أعمدة هنعمل فيهم ايه؟ هنعملهم كلهم امامي وهكذا. هنيجي هنا هنعمل السبعة امامي وبعدين ثلاثة خلفي وبعدين نعمل امامي فوق الامامي ثلاثة خلفي تاني، نيجي عند السبعة دول نعملهم امامي وهكذا. اخلص السطر ونرجع اكمل معاكم. انا هنا خلصت السطر حبايبي، هقفل فين؟ في العمود، اول عمود امامي من السبعة، هتجاهل الاتنين سلسلة طبعا، هدخل في راس العمود كده اهو واسحب واقفل بمنزلقة. اخر سطر معانا بقى اللي بيكون فيه غرزة البالون، هرتفع سلسلتين كمان وبعدين هلف لفة على الابرة واخد سلسلتين الارتفاع مع اول عمود واعملهم عمود ناقص، اطلع من اتنين بس، واللي بعده هعمل كده واخد عمود واطلع من حلقتين بس. هعمل كده في السبع اعمدة كلهم اللي هو نفس التكرار بتاع التلات سطور الاولانيين، بدخل في كل عمود واخده واطلع منه، مش من الحلقات كلها، بطلع من حلقتين بس لحد ما يتبقى معايا كام؟ 8 حلقات على الابرة اهو، هطلع منهم كلهم مرة واحدة واخد سلسلة، وبكده اتكونت عندي البالون. اعمل ايه بعد كده؟ ثلاثة خلفي هعملهم خلفي، هدخل من ورا كده واسحب الخيط واعمل عمود خلفي، ادي واحد، واحد كمان، ادي اتنين، وادي التالت. عندي عمود هنا امامي هعمله امامي، عندي تلاتة تاني خلفي هعملهم عواميد خلفية، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. سوري اهو، جينا تاني عند السبعة الاعمدة الامامية اللي مع بعض، هعملهم عواميد ناقصة، هعمل كده واطلع من الحلقتين بس عشان اكون البالون بتاعي. في اول الفيديو ان شاء الله هتشوفوا صور جاكيت حريمي عاملاه، الغرزة كانت جميلة جدا وواضحة، مناسب جدا للبلوفرات البناتي او الحريمي. هطلع من الثمان حلقات مع بعض واقفل بسلسلة. وبكده بصوا يا جماعة هنلاقينا عملنا ما بين كل بالونتين بالون اهو، ما بين كل اتنين واحدة. هكملي السطر كله بالشكل ده، هكمله وارجع لكم اوريكم النتيجة. بكده الغرزة اكتملت معايا. بصوا احنا عملنا كام سطر كده منها؟ عملنا ثلاث سطور، اربعة في اول سطر واربعة في وبتاع دوت، خمسة في السطر اللي بعده. بين كل بالونتين بنعمل ايه؟ بالونة. تمام، انا هنا لسه فاضل معايا هنا بالونة لسه ما كملتهاش. الغرزة جميلة يا جماعة وسهلة، ولو في اي استفسار اكتبولي في التعليقات وارد عليكم ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.